اللي عندنا يمكن كنت وانا قاعد الحقيقه بتتكلموا او بتتناقشوا في حته مروان ولا بادجي بالظبط هو يدفع بمين في مباراه يوم الجمعه. هو في حاجه يعني مروان اولا من اللعيبه, هو الراجل بيختاره كمان لان هو من اللعيبه اللي بيعرف يشتغل مع اللعيبه, يعني يعرف يعمل محطه لعب ويعرف لو نزل في وسط الملعب يعرف يشتغل ويعني محطه لعب بشكل كويس. بادجي انا بقول حاجه هاني ان هم ما عندهمش غير ان هم يجازفوا, يعني هم هيجازفوا طبيعي طبعا طبيعي يعني ان انا النهارده مغلوب 2 وهاجي احسبها انا كوكوتش اقول طب ما انا مغلوب 2 يعني حتى لو اتغلبت 3 ايه اللي يحصل لي يعني. هيبقى في مجازفه, المجازفه دي هتديك مساحات تشتغل فيها, يعني انت لو انت بتنزل في وسط ملعبك وبتستخلص الكوره وبتحطها في المساحات لان هم عندهم الحته دي, يمكن احنا قلنا قبل المباراه ما تتلعب هم عندهم السرد باكين في بطء جامد جدا والباكين كمان يعني حتى الباكين برضو النواحي الدفاعيه بتاعتهم مش قويه, فبالتالي انت يعني يمكن بادجي وجوده انك انت لو لعبت الحاجات الطويله على بادجي اعتقد ان انت تقدر تضرب في المساحات دي وهو سريع ويقدر يوصل في يعني انت في تفضل مع وجود بادجي. انا بفضل بادجي عشان ديت عشان اسلوب اللعب يعني عشان اسلوب لعبهم هو 100%. انت طبعا هاني عارف وانت مدير فني كبير عارف ان هو الراجل ده هيخسر ايه بالزبط. لما يجي القاهره وهو خسران 2 هيخسر ايه؟ لا انا لازم اعمل مجازفه يمكن تيجي معايا ممكن اجيب جول ممكن الحاجات دي كلها, فمعنى ان هو هيعمل مجازفه يبقى في مساحات هتتوجد اكتر ما هي موجوده وهم لامنين نفسيهم دفاعيا. خلي بالك لا ده في الوقت ده كمان ده يبقى في مساحات كبيره جدا نقدر ان احنا نشتغل الحقيقه كل الوقت ما بيمر 0-0 هم بالنسبه لهم كمان هيزودوا الحاله الهجوميه بشكل افضل. فحضرتك شايف ان وجود بادجي في المباراه ديت بديلا عن مروان هيساعد ان احنا ممكن نخرج بالكوره في مساحات يتخلق منها فرص للتهديف يعني بالظبط كده. حتى يبقى انت عندك اسلوبين لعب, اسلوب الاستحواذ اللي احنا مميزين فيه الفتره دي الحقيقه وبنشتغله بشكل كويس قوي, ويتوجد لك كمان بقى اسلوب ان انت تقوم لاعب الحاجات الطويله على بادجي وهو هيقدر ان هو بسرعته وبقوته يخترق الاثنين المساكين اللي هم بطاء جدا جدا جدا. طيب لما حضرتك دلوقتي بتقول انا افضل الدفع بادجي في المباراه اللي جايه معناها انك مش مع فكره انه يثبت التشكيل زي ما اغلب ضيوفنا كانوا بيتكلموا من امبارح للنهارده. اصل يعني هو ممكن يدفع بادجي ممكن يدفع بكهرباء ممكن يدفع بمين تاني صالح يعني لا انا بتكلم بس على النقطه دي بس بتاعت بادجي بس أنا بادجي طبعا ان زي ما بقول لك احنا لازم نلعب على الفكر اللي هو ممكن يفكروا بيه او يلعبوا بيه ده مهم جدا كمان. يعني انا النهارده انا مميز جدا في الاستحواذ بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت انا النهارده لكمان لما بقطع الكوره وهم عاملين كثافه هجوميه علينا باكين والجناحين ووسط الملعب وكده هيبقى في المساحه اللي هي موجوده بتاعه السرد باكين دي نقدر نشتغل بيها بادجي بالكرات الطويله اللي ممكن يعملها له السوليه ممكن يعملها له قفشه نشتغلها من تحت خالص من عند ايمن اشرف ما بيشتغلها الحقيقه يعني يمكن برضك لو في اشاده كمان في المباراه دي يبقى لازم يبقى في اشاده بايمن اشرف كمان لان عمل مباراه كبيره جدا 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 الحقيقه ظهر بشكل طبعا كان بيعمل كمان الجزء حتى كابتن اللي احنا كنا يعني كان بعض الناس متخوفه شويه من الاندفاع الهجومي لعلي معلول مع بادجي في وقت ونقاط المباراه بالرغم ان كان بادجي بيعملها كويس قوي انه بيثبت لكن كمان ايمن كان بيميل في الحته دي بالزبط. بشكل كبير جدا بالزبط. على اساس لما حتى كان بادجي موجود اليوديان كان واجايه مع علي معلول كانوا في الحته اللي قدام كان ايمن مايل في الجزء ده مطمن شويه علي معلول مأمنك بشكل كويس قوي وعمل كميه استخلاص الحقيقه من غير فاولات يعني يمكن عنده مثلا في ال 95 دقيقه فاول مثلا لكن كل استخلاصه كان من غير فاول وعامل جيم كويس قوي اذا كان في الحاجات العاليه في الحاجات اللي على الارض مواقف واحد ضد واحد مزبوط. كان بيتعامل معاه كويس قوي وكمان عنده ميزه الحقيقه وهو بيطور في نفسه فيها ان هو بيبدا الكره من تحت بشكل كويس دلوقتي في واحده لمها كده ومشي بيها بالظبط عنده ثقه في نفسه انه يعمل حاجات كمان يعني كمان مش انت ما تتوقعهاش كمان